مشاهدي 360 مرحبا بكم في <applause> حلقه جديده من نايدا فوليوود واللي من خلاله غادي نتعرفوا على حياه العديد من المغاربه الناشئين في امريكا والضيف ديالي اليوم هو متواجد معنا في لوس انجلوس وغني تماما على التعريف انه السوبر ستار المغاربي شاب خالد الشيخ خالد أول حاجة مرحبا بك معنا على 360 ليه عملك؟ الله يطول عمرك ومرحبا بك في لوس أنجلوس الله يطول عمرك عاد درتي حفلة كبيرة كيفاش دازت؟ لا ولا العظيم دازت بخير كما موالف يعني وسيرتو هذه المرة يعني اللي عاودت هذه الحفلة اللي عملتها في لوس أنجلوس عملتها في 2005 في في عملت تور سميته تور خالد أند فريند يعني جبت موسيقيين من باريس مع موسيقيين أخرين أمريكانيين يعني استخرافات يعني على كل حال أتعرف توعنا <applause> اللي الجالية المغربية الجالية الجزائرية الجالية التونسية الجلي كان المغرب الكبير العظيم كيف كان اللقاء ديالك مع الجاليه المغربيه هنايا؟ يعني. <تصفيق> اوه <applause> عارف راني درت العالم كله والله العظيم يعني مهما كان الحال حاجة اللي عجبتني نجبر الجالية المغربية بارتو في العالم يعني كي نتلاقاو عندنا نفس ديك التقاليد نفس الجو الا تحس روحك في بلاد واحدة اخرى من تشوف هذيك الحرارة تشوف ولاد بلادك و يعني امريكا كبيره انا قاعد عايش في اوروبا شوف كاين رمضان يعني باين فهمت تشوف كاين جا اكثر جاليه العربيه وهذاك الشيء يعني في اوروبا متعودين تشوف في امريكا مم... يعني أه... تلقى ولاد بلادك ويعني عندهم ديك ديك التقاليد ديك الترحيب القعده أه... شوف ملي جيتها واحد كل واحد يقول لك يلا تجي تغدى معايا نديروا فيها فطور باش في شوي اون ميم مادة. اليوم نجايات كي تسمع بغد النجمة انت دابا هنايا تتصاوب للالبوم ديالك الجديد يعني راني نطيب راني نطبخ شنو كنت تقول <applause> على هذا الالبوم هذا؟ يا اخي هذا الالبوم هذا ان شاء الله يعني انا بديت ديجا فيه بديت في هولندا بديت في باريس بديتها يعني الان مع السيستم يعني مثلا في في, في الفني أو رجعت الموضه الان فيتورينغ يعني بشوف بعض الاحيان رانا نشوف بعض الفنانين كبار وكل شيء كلهم يعني يكون ذاك التزاوج بين رابر وبين ار ام بي وبين فهمت يعني هذا الالبوم جيت انا ثاني يعني كل واحد يسوي في الموضه انا كذلك كان هنا يعني باش كذلك نسجل في تونينغ بديتها ديجا في باريس مع واحد الشاب كذلك راه يطلع بزاف ونبغي بزاف يسموه سول كينغ وكاين اخرين يعني كما عندي مع مصاري عندي مع فرانش مونطانا عندي <applause> يعني الان يعني راني هنا في لوس على خاطرش باش نكمل تسجيل مع هادو اللي اللي معزومين معايا في في, 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 في الالبوم الجديد ان شاء الله على كل حال يعجب الجمهور كوم دابيتود <applause> ضروري اكيد شنو الايقاع اللي غادي شنو الايقاعات اللي اختاريتي هذه هاد المره هذه واللون ديال هذا الالبوم اللون تاع هذا الالبوم فيه يعني ما انا معروف باللي كي, كي مسافر بزاف الموسيقى تاعي الموسيقى تاعي زوجتها مع كل كل فن يعني من من, من الروك ان رول من الراب من الار ام بي من القصبة من من العربي من المصري من الم يعني هذه هاد الموسيقى هذه موسيقى الراي يعني وكلهم عندهم علم عندي الاندلسي عندي الراب عندي يعني الحمد لله فيها فرصه هذه الموسيقى اللي خلاتني عندها افتتاح يعني وما حطيتها تقول لك اهلا كاين رانا في موضه تاع كذلك عملت تحت البنكره وعلي كذلك واحد اخرين ان شاء الله اللي كبار هما فنانين وما سامحني ما نذكرش كاين شي بعد الفنانين سوري <دخلين> يعني يعني ما نقدرش إن نخليها ان شاء الله حتى تكون مفاجاه <م> كيف كان التعامل مع مساري؟ والله العظيم عندنا يعني انا كن نشتغل مع فنان لازم نشوفه من قبل يعني كان عندنا صحبه من زمان يعني ودرت شحال من مره يعني في التليفونات وكل شيء و وعاود تلاقيت انا وياه هنا يعني جبرت بلي يعني انسان انا كي نشوف انسان كي كيما ما يبغي خاطري يعني انا يعني نشوفه آه عنده نفس التفكير نفس الحنانه وانسان يكون ثاني يعني متواضع كما كذلك تلاقيت مع فرانش مونتانا آه عزمني انا في, في الموازين في, في آه هذا العام الماضي ايوه صح آه انا وياه تلاقينا يعني دردشنا آه بعدين عاود جا باريس تلاقينا كذلك في باريس يعني يعني كوننا عائله ورا الكلمه الزينه نقولها <applause> <مغارفية. تصفيق> اي أيوة والله <applause> والله فرحان مسرور يعني كي جبرت كذلك كاين واحد تليك أك أك اكبر مخرج اللي راهي عملت عليه في الفيلم تاع باد بوي ما تقدرش تصور انا شعوري عارفين الناس انا كي نشوف ولد بلادي طالع انا نقول لهم ديما يد وحده ما تصفق آه. لازم لي زوج <applause> قبل تتشجل في قلب هوليوود واش عندها واحد الشعور شويه مغاير على شنو تنعرفوا في عده مدن وحده اخرى كي تحكي هوليوود في العالم مين ما يعرفش هوليوود سامحني العالم كله الشعور تاعو هوليوود نجوم باش نحس ما تقدرش عندي احساسي كما كل واحد وكاين كل واحد وعنده نظريه انا نظريتي الحمد لله يعني أني شفت العالم يعني وكي نمشي في عالم تقدر تقولها ما عندي صحابي مجوعين يقولوا لي خرج راح نتصور نديروا في ما عنديش يعني شعوري كي نجي البلد يعني جايب جايب رساله شنو هو لي ستار اللي تبغي تتعامل معاهم؟ ستار اكزومبل اللي ستيفي واندر كان واحد اكبر يعني موسيقار وكل شيء ورجل كبير ثاني ريسبكت كوينسي جونز وخويا وصديقي كارلوس سانتانا كان توجور كاين ان كود كاين ريسبكت للمشيخه ريسبي او ماتر نشوف واحد كبير عظيم يا خويا نقعد له في الارض ما نحشمش نقولها سي سا لو ريسبي ارتستيكمون جو بارون جينيرال واش عندك شي مشاريع مستقبليه في المغرب او المغرب العربي كامل نقولها ونعاودها تحية لو غرون مغرب يوني نقولها وعلى بالهم كلهم تحية المغرب العربي الكبير المتوحد خويا اون ان غون 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 عندنا بلاد عظيمه وكبيره وشابه فهمت خويا؟ يا خويا خلي الناس تدور خلي الناس تدير البزنس خلي الناس تاكل بعضها بعض ويعيشوا بعضهم بعض, بعض, بعض؟ ويديروا مرميطه واحده هذا حلم يا خويا باسكو جو سوي فيير دو مون غون دابا تنشوفوا بزاف الشباب باغي يطلع وكلشي باغي يرجع مغني، شنو النصيحه اللي غاتعطيهم انت؟ لهذو اللي باغيين يرجعوا حتى هما نجوم النصيحه اش غادي نقول خويا كل واحد و و, و... وعطى ربي كاين اللي اللي يقرا انا شوف ما قريت لا فن لا والو هذه موهبه من عند الله ما نعرفش نكتب خويا الصوت كاع بصح نلعب كل الالات وكل شيء وربي عطاني هذا الصوت و... وحبيت و... وقريت عليها فهمت من بعد فهمت كاين شي شباب عندهم اصوات مساكين كاين كيما انا تاني كنت ضايع في البلاد خويا انا حتى 26 بديت نروح بعيد بديت مولا خمس سنين كومان مي كاين كيما قلت لهم قلت لهم بكري عندنا الاصوات الضائعه كاين اللي ما يكونش عنده كذلك صوت ولا شي حاجه يدير حاجه واحده اخرى ولا مصمم يديرهم في زوج والمشكله كذلك عندنا بصح ما عندهمش الغاز ما عندهمش حاجه وحده تدمرهم حاجه ما عندهمش المساعده بوتون اون اكري اوسي اون اكوبي سو لي اون اكري دي ستار اكاديمي اون اكري مي يا با دو سبونسور ابري سي سا سي لو ابري اي سا في مال اوسي على الارتيست مسكين سا مال او جون مسكين اللي باغي يطلع من بعد ما يفهم والو يدخل في عالم اللي بلاك يضيع بلا يدير شي سي بور سا النصيحه غادي نقول؟ نقول ان شاء الله اللي اللي مولوع في هذا الشيء وكونتي كونتي باغي سوغ ان جون سي ما يضحكش عليه يكونتيني وراه هذه النصيحه نقولها الاخرين كذلك باش يفهموا شويه شكرا خالد على هذا اللقاء شنو هو الميساج ديالك للمشاهدين ديالنا؟ شنو غادي نقول؟ نقول صحه رمضانكم إن شاء الله تصوموا بالصحة والعافية وش نقول لكم؟ إن شاء الله يعجبكم الجديد تاعي <applause> باسكو نجيب غير فرحة إن شاء الله يا رب وإن شاء الله نشوفكم بخير مع السلامة مشاهدينا شكراً لتتابعكم لهذه الحلقة مع الشاب خالد وفنزيد على ألبوم ديالو الجديد نقول لكم إلى اللقاء مع حلقة جديدة من نايضة فوليوود مع ضيف جديد الأسبوع الجاي إلى اللقاء <applause>